هذا أكثر فيديو حالياً منتشر مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، ويقول لك هاي الفلوس والثروة والذهب طلعوها من بيت أم فهد أو القصر مالتها اللي موجود حالياً بالمنصور. وحقيقة هذا الفيديو انتشر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مو طبيعي، خصوصاً أنه لما نشوف كمية الدولارات بالإضافة إلى الذهب بالإضافة إلى مثل ما تشوفون المبالغ الفلوس العراقية، وهذا الشيء حقيقة خلى الناس تسأل معقولة أم فهد عندها كل هاي الثروة؟ وناس يقولون لعد أقول ليش كانت تحكي بزودها وليش كذا كذا. هواي ناس صدقوا بالفيديو، هواي ناس حقيقة ما أعرف، لكن الفكرة بموضوع أنه هذا لا فلوس أم ذهب ولا فلوس أم ذهب، فلوس أم فهد ولا غيرها، وهذا مجرد أنه أعتقد أحد الناس المختلسين أو أحد العصابات اللي يعني وزارة الداخلية لزموهم لزموها بأحد البيوت أعتقد، وانتشر قبل فترة هذا الفيديو، وهو لا يعود لهم فهد ولا هم يحزنون، بس مجرد ناس جابت الفيديو مالته وركبت عليه ورادوا يحصلون به طشة ومشاهدات. وأيضا مثل ما قلت لكم لما قرأت من أكثر التعليقات عقلانية على هذا الفيديو اللي انتشر، أحد الأشخاص اللي ذكر بها مثل كلام وقال إنه هاي الفلوس والذهب مال شخص كان مسؤول بالدولة والنزاهة ضبطتهن ونشرن بالإعلام، أم فهد اللي مسويها صاحبة ثروة ترى همبلة، وكانت تفي قاعدة ببيت 50 متر إيجار خلف معمل الغاز بزيونه، وخاف تغركم السيارة ترى سعرها ما يتجاوز 5 شدات، وعدها ذهب بس شيء عقلاني، وكانت عايشة على إعلانات مال تملك ثروة وقصر بالمنصور سولفهن العماتك حسب ما كتبوه، شافت العز متأخر وبنت العز والخير ما تسوي إعلانات. وأنا بوجهة نظري يمكن ما يوم شفتم فهد مسوي إعلانات ولا يوم شفتم فهد يعني تعتبر هي مشهورة والناس تسوي عندها إعلانات. هي أصلا الإعلانات والمشاهير العراقية اللي عندهم أصلا حاليا 8 مليون و 13 مليون كل رشق، والستوري مالتهم ما يتجاوز 500 متابع. وانطيكم معلومة المتابعين خاف تغركم 8 مليون وال10 مليون وال12 مليون، ترى كلها بالرشق، واذا تريد تعرف صاحب البيج او صاحب المشهور اللي تحسه فقر وتحس انه كله رشق وما مصدق، لما الناس تبحث عنه ويقوم ينشر الستوري مالته ويقول ما شاء الله شوفوا وصلت 50K بثلاث ايام او برشي ساعة، ذكر انه هذا فعلا ما شايف واصلا يعني ما مصدق يوصل لهذا الرقم. يعني انا اعرف بيجات تنشر عند مشاهير عندهم 13 مليون لما ندخل على البيج خلال يومين نلقى مزايد غير 300 متابع، فهي الحقيقة او هذه الفكرة بالموضوع. قناة البي بي سي اللي تعتبر قاموسا إعلاميا عالميا بالعالم تنشر حادثة أم فهد وتحكي بيها، وناس يقولون هيك أفعال تضر بسمعة البلد وتقودنا إلى عزلة عالمية جديدة. هذا أول رد من الإعلامية داليا نعيم بعد على أساس ما هواي مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنه هي هربت وسافرت إلى دبي بسبب اللي صار ويا أم فهد بالفترة الأخيرة، يذكرون أنه هي مشاكلها الأخيرة وهي مفهد وناس تهموها هي السبب، فهذا كان ردها على الأقاويل والأحاديث اللي تتهمها. عفواً أنا كلش قليلة الكلام، وإذا طلعت عني إشاعة ما أحب أرد، بس اليوم رديت لأنه زاد الموضوع كلش عن حده وما أحب أكون تحت طائلة الظلم. هذه الفترة هواية شفت اسمي وصورتي بمواقع التواصل الاجتماعي، ربطوا بي اسماء، ربطوا بي مواضيع ما تخصني لا من قريب ولا من بعيد وما لي أي صلة بيها، واللي يحكي رجاء خليه يجيب دليل وإثبات وياه. يعني مواقع التواصل الاجتماعي صار لا تطاق بسبب هاي الأمور، يعني مو معناتها صار أكو فد موضوع لازم انتو تجون تلزقون بيه موضوع ثاني اني ما اعرفه وسمعته من خلالكم ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اتمنى اللي يتكلم واللي يحكي خليه يحكي. تيك توكر كروان الدليمي تقول حتى بالحمام خلينا كاميرات ما يخالف يشوفونا بدون ملابس، بس اهم شيء ما يحصلنا ابو الدليفري. شنو صار وياه؟ خلينا نشوف ونسمع وياكم هذا الفيديو. طبعا يوم بدل الجام ضد الرصاص، خليت جام سيارتي ضد الرصاص. المشكله مو هنا، المشكله حتى بالحمام مالتنا خلينا كاميرات، والوضع فول وعلى حسب الاصول. بردا وسلام، احنا علينا سوينا والباقي على رب العالمين، قل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
الوضع كلش صاير يخوف والله. وهنا وردة العراقية مسوية مجلس عزاء بأربيل وتدق وتلطم ومسوية فاتحة لأم فهد وتبكي عليها، وإحنا حقيقة ما نعرف شنو صلة القرابة، وحتى ما شفناهم سوية ينزلون مقاطع على التيك توك، لكن شنو هاي المحبة؟ الله وحده أعلم. الصداقة الحقيقية والمحبة والأخوة تطلع وتنعرف وقت الشدائد ووقت الضيق، وخير دليل على كلام اللي دا أحكيه هي فاتحة مفهد اللي أمامكم، اللي أنا ما أقول آلاف وإنما ملايين من العراقيين يعرفوها، وآلاف بل مئات الآلاف كانوا يتابعوها، وهواي من الصديقات اللي يتوددون ويروحوا لها. وهنا لما ماتت وتوفت فاتحتها ما بيها لو نفر، مثل ما قلت لكم هو حال الحياة. اليوم انت موجود وعندك المالات كلها، احنا نحبك ونتلوق لك، لما تروح بعد خلاص سلم لي الله وياك. البوب محمد العليا، وهذا الولد اخوها ابو الشطفة، وهذا البهاد للطاب، هذا بيتها خطية. لا يا ويهوي لا يا مشطفة، لا لا محمد العلم مالنا، هذا الشادر فارغ يردون معازيب، تعالوا توجهوا اليوم العشاء، هذا خالها، هذا خطيه خالها، تعالوا محمد شباب تعالوا تعشوا يلا، هذا اخوها يقول تعالوا معزومين على العشاء. بعدها نشروا صور على اساس هذا الشاب خطيه هو اللي قاتل ام فهد، ولازمين وعلى اساس ان وزاره الداخليه هي اللي لازمتها ونزلت هذا البيان، لكن من الصفحه الرسميه جبت لكم اياه ان وزاره الداخليه تقول لا صحه للانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن القاء القبض عن مشتبه به في حادث امراه معروف على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقه زيونه بالعاصمه بغداد، وما زالت التحقيقات مستمره وفي بدايتها. يعني المعلومه اخذوها من عندي، اجيب لكم المصدر الحقيقي، لا تستعجلون ولا تنشرون. وحقيقه انا ما قارن غير هذا الولد اللي واقف امامكم، اذا طلع مو هو شنو ذنبه او شنو ذنب هسه اهله لما شافوا صورته، شنو ذنب والدته يجوز صار بها سكته خطيه بسبب هذا الخبر، يعني هذا اذا طلع مو هو. لذلك حقيقة البيجات على الفيسبوك ولا على الانستغرام هلا هلا بالعالم، ولا صاختكم يا دناءتكم حرفيا اللي تجيبون تهم أكبر مني، أكبر مني ومن حجمي وتحطوها بي، تعرفون شنو ابتزاز، تعرفون شنو غسيل أموال، ولكم اتقوا الله، خلوا الله بين عيونكم، أنا عندي عائلة، وين أريد أوصل؟ وين أطخ الغيم مثلاً؟ شريد أوصل؟ عندي عائلة والله رازقني بزوج يخاف الله.